أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة، وسنناقش فيها كيف سيواجه الناس متطلبات العيد في ظل الأوضاع الراهنة. للعام الخامس على التوالي تأتي مناسبة العيد في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطنون جراء الحرب. تداعيات عدة لهذه الحرب الطويلة: توقف الرواتب وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد أعداد النازحين، إضافة إلى استمرار سقوط قتلى وجرحى وغياب شبه كامل للخدمات. ظروف الناس تزداد سوءا وصعوبة، ففي الوقت الذي كان على المواطنين في مثل هذه المناسبة توفير الأضاحي وملابس العيد لأبنائهم، يصبح توفير لقمة العيش الأساسية هي الشاغل الأكبر في ظل هذه الأوضاع المعيشية المتفاقمة. في هذه الحلقة التي خصصناها لمناقشة استعدادات المواطنين لعيد الأضحى وللحديث عن مدى معاناتهم، وأيضا للحديث عن التحديات التي يواجهونها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات العيد، وما البدائل التي يمكنهم فعلها لتجاوز العيد ومتطلباته. سنناقش ذلك معكم بالاتصال وعبر ما وصلنا من استطلاعات رأي، ولكن قبل ذلك نذهب لمتابعة تقرير الذي أعده الزميل ودي عطا. عيد أضحى خامس يحل على اليمنيين منذ انقلاب 21 من سبتمبر 2014، ولا جديد يمكن الحديث عنه سوى أن ظروف الناس المعيشية من سيء لأسوأ. يأتي العيد وأعداد العاجزين عن مواجهة احتياجاته في تزايد، تماما كما الأسعار التي ترتفع ولا تنزل. يأتي العيد وأحوال الناس قد تبدلت نتيجة سوء أوضاعهم المادية والنفسية والمعيشية. يأتي وبعض الأسر قد استبد بها الوجع، فهي بين قتيل وجريح أو معاق ونازح. الأسواق شبه خالية تقريباً، والمحال لم تعد تكتظ بالمشترين. الناس تبدلت اهتماماتهم وأولوياتهم. لم تعد ملابس العيد المطلب الأول عند الكثير، خصوصاً الأشد فقراً. ولا لحمة العيد التي صارت ضرباً من الأحلام، خصوصاً في ظل غياب مئات الجمعيات الخيرية التي كانت تجتهد بشكل موسمي في توفير كسوة العيد ولحمته للمحتاجين. بات الطموح ينحصر في محاولة تأمين الاستقرار النفسي والمعيشي ولو في حدوده الدنيا، وباستمرار الحرب وتداعياتها تمر الشهور ويأتي العيد ويتجدد السؤال المعتاد: عيد بأي حال عدت يا عيد؟ إذن مشاهدينا الكرام نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. معنا فؤاد السلمي من صنعاء، مرحبا بك فؤاد، مساء الخير. مساء النور. فؤاد، كيف هو الوضع في صنعاء؟ هل ما زال الناس يقومون بطقوس استقبال العيد كما كان يفعلون؟ حاليا من السنوات الماضية، أعتقد سنتين ثلاث سنوات، الوضع يزداد سوءا، يعني خصوصا في ايام الاعياد والمناسبات بشكل عام، لكن في الاعياد تتجلى ظاهره الفرق وحق معاناه الناس تتجلى بشكل واضح في الشوارع، في الحدائق وفي غيرها. يعني يعني عاجزين حتى عن في الاعياد الاضحى في رمضان الماضي، كنت خبرا في صنعاء، أن يعني نخرج بالحدائق وإلى المنتزه، ما يعني مبسوطين في حد الطابع داخل عليه، يعني اللي يقول ياسر يقولوا مع عائلاتهم. الوقت جدا مزري بالزياده في حياه الشحاتين في الشوارع، كل عام ضعف معاناة المواطنين. نعم، إذن فؤاد، رغم الأوضاع إلا أن الناس مصممون أن يعيشوا المناسبة ولو بأبسط الإمكانيات كما وصفت. فؤاد، طيب ما هي أبرز العوائق التي تواجه الناس؟ ما هي أبرز المشاكل التي تمنع الناس من استقبال العيد والقيام بطقوسه المعتادة؟ وما هي الطقوس التي بسبب هذه الظروف غابت للأسف؟ أو عجز الناس عن القيام بها ككل عام؟ كان
كان الناس فارقا يعني في قبل الاحداث الاخيره قبل الانقلاب او قبل 2014 كان الناس يتبادلون الزيارات بينهم معروف تحول اليمن يتبادلون الزيارات يتنزلوا في مدن مختلفه وحضارات مختلفه يا يزور الاخ تزور الام ابنائها في محافظات اخرى لكن لا نصح من الصعوبة جدا انه يستحق ان تنتقل عائلة بسيطة عائلة فيها وفي عائلة أخرى لمدينة مختلفة في محافظة مختلفة فأنا دور جانب ناحية الأدلة وما حدث من الدين وكذلك حتى تظهر أفضل يعني حدث الأطفال والحكومة اللي هم والإصلاح وعدل نعم. إذا فؤاد السلمي شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة ولإطلاعنا على الأوضاع في صنعاء. اتصال آخر من صديق البرنامج محمد عبد الله السراج الذي يشاركنا من تعز. مرحبا بك محمد، مساء الخير. حياكم الله. اهلا بك محمد، كيف هو الوضع في تعز؟ هل الناس تقوم بطقوس استقبال العيد؟ في البدايه عيدكم مبارك مقدما، وكل عام وانتم وكل الشعب اليمني بألف خير، وانت بألف خير. تحياتي لكل العاملين في قناه بلقيس، ونشكركم على هذا البرنامج الرائع، برنامج المنصه، وايضا تحيه خاصه لك اخت امل. اهلا بك محمد. يا عزيزتي أمل، يحل علينا عيد الأضحى المبارك هذا العام ضيفا ثقيلا على كاهل اليمنيين والذين يعيشون تحت نيران الحرب منذ 5 أعوام. أصبح ذكريات العيد من الماضي في ظل تردي الأوضاع التي أعجزت الكثير من المواطنين في شراء الملابس وارتفاع أسعارها، أو في شراء أضاحي العيد وارتفاع أسعارها بشكل جنوني. بالتالي يبلغ سعر تراحل سعره الى مليون الى مليونين، وقيمه الكبش الى 120,000. بالتالي في ظل هذه الحاله اصبح الاعتماد على في العيد على الملابس القديمه وعلى الاعتماد على لحوم الدواجن. اختي العزيزه، ياتي العيد الخامس على التوالي في ظل الحرب القائمه منذ 26 مارس 2015. إلا أن العيد هو الوحيد الذي اختفت ملامحه نتيجة اتساع رقعة الحرب في ظل انتشار الفقر بشكل مخيف، بالذات في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، وأيضا في المناطق تحت سيطرة الشرعية. وأخص بالذكر طبقة الموظفين الذين يعانون من عدم صرف رواتبهم منذ 3 أعوام على التوالي. بالتالي أخت أمل، يحل علينا عيد الأضحى المبارك بينما نجد ملايين الأسر اليمنية على حافة المجاعة، فيما أصبحت طقوس العيد التي كنا نعيشها في شراء الملابس الجديدة وأكثر من خروف للعيد وإعداد أصناف كثيرة من المأكولات والحلويات والملابس، كلها أصبحت من الماضي. يا عزيزتي، الأسواق تعاني وتشهد عدم الإقبال من المواطنين في شراء مستلزمات العيد نتيجة ارتفاع أسعارها بسبب تدهور الوضع الصحي. أنا أتكلم بشكل عام. أيضا وقلة الدخل مقارنة بالأعوام السابقة، كذلك تدهور قيمة العملة المحلية هو من جعل المواطنين غير قادرين على شراء مستلزمات العيد من الملابس ولحوم الأضاحي، وهي ناتج عن ارتفاع السعر الدولار مقابل العملة اليمنية التي يأتي معظمها مثل الأضاحي والملابس تأتي من الخارج، يتحقق التاجر أنها يشتريها بالدولار، وكذلك الملابس التي عجزت هي أيضا عجزت كثير من أصحاب الأسر الذين باتوا عاجزين عن شراء الملابس العيد للطارئين. أختي أمل، يحل علينا عيد الأضحى في ظل الظروف التي أجبرت أغلب سكان اليمن في ظل هذه الظروف الاقتصادية على تناول لحوم الدواجن وشراء الملابس القديمه من اسواق الحرق. بالتالي اصبح لحوم الدواجن في متناول اكبر شريحه من اليمنيين، والبعض الاخر يرجع الى شراء اللحم الخروف بالكيلو. بالتالي اصبحت الاضحيه وشراء مستلزمات العيد لمن استطاع اليه سبيلا. هذا اذا كان الموظف مش قادر، يعني المواطن مش قادر
يوفر لاسرته ولاولاده قطعه خبز، فكيف يستطيع ان يوفر قطعه لحم؟ وايضا الوضع كارثي. نعم محمد، إذا في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي حدثتنا عنها، ما هي المظاهر التي تبقت لدى المواطنين لأن يقوموها في مثل هكذا مناسبات وفي الأعياد؟ ما هي المظاهر التي ما زال الناس يقومون فيها بهذه الأعياد وربما لا تحتاج إلى تكلفة مادية تمنعهم من القيام بها؟ أخت العزيزة، هي الطقوس التي كان يمارسها المواطنون هي يعني مزاورة الأسر في يوم العيد، أيضا البراع والفراح والأهالي، هذه أيضا كانت هي موجودة قديما وما زالت هي موجودة بس بشكل ضئيل. لكن حبيت أن أوجه كذا رسالة عبر البرنامج، هي رسالة موجهة إلى جميع أطراف النزاع، نقول لهم اتقوا الله في هذا الشعب. يعني الشعب لا زال يعاني من ظروف اقتصاديه صعبه، يعني اتوقع معظم الاسر اليمنيه سيمر عليها هذا العيد كسائر ايام المعاناه التي تكبدها طيله الحرب، باستثناء صلاه العيد والاكتفاء بالتواصل مع الاهل والاصحاب والاصدقاء عبر الجوال، لا شيء غير ذلك. نعم، إذا محمد عبد الله السراج، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، أشكرك محمد. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لإستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب من محافظة تعز، ثم نعود لاستكمال الحلقة. يستقبل الشعب اليمني العيد بفرحة كبيرة، بألوان فرحية جدا، ببهجة، بسرور، رغم الغلاء المعيشي الذي يحوم على البلاد في ظل الحروب الواقعة على الأراضي اليمنية، إلا ومع ارتفاع أيضا سعر الدولار وانخفاض العملة المحلية، ارتفاع أسعار الأضاحي، إلا أنه الشعب اليمني شعب صامد قابل أنه يعيش لحظاته، يحب أنه يعيش الفرحة، فرحة العيد، ابتهاجا بالعيد، ابتهاجا بكل تفاصيله. بتشوف الناس الصغير الكبير بالشوارع، النساء الأطفال، الكل سعيد ويتقبل الوضع الحالي ويريد أن يعيش فرحة العيد بقدوم عيد الأضحى المبارك. يحاول أبناء المدينة، أبناء مدينة تعز، صنع الفرحة والابتسامة في هذا العيد، وأبناء اليمن وأبناء مدينة تعز المحاصرة صنع الفرحة وابتسامة العيد، رغم ما يعانيه أبناء المدينة من حصار وعدم أمان للقذائف التي تنصب من قبل الميليشيات الإجرامية، وأيضا غلاء للأسعار الملابس والأضاحي، إلا أنهم يحاولون أن يصنعون ابتسامة. إذن نعود لاستقبال اتصالات هذه الحلقة. معنا جمال علي جمال من الحديدة، مرحبا بك جمال، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك جمال، كيف هو الوضع في الحديدة؟ كيف أصبح الناس يستقبلون العيد بمثل هكذا ظروف؟ والله أوضاع المواطنين أو الأجواء العيدية للمواطنين في العيد بشكل عام، فرحة العيد تكاد تنعدي النظرة لما تعيشه المدينة من حالة حرب وما تعيشه المديريات المجاورة لها، وحالة النزوح التي أصابت أبناء مدير الحديدة بالإضافة إلى الغلاء الأسعار في المناطق الآمنة وهي المديرية الشمالية، وكل ذلك بسبب الحرب الدائرة في مدينة الحديدة وعدم حسمها وجعلها منطقة عسكرية بعد أن كانت منطقة اقتصادية لكل أبناء مدينة الحديدة. نعم جمال، بمثل هكذا مناسبات أليس هنالك أي معونات مقدمة للمواطنين تساعدهم على الاحتفال بالعيد ولو بأبسط صوره، مثل المساعدات الغذائية أو الملابس للأطفال من قبل منظمات سواء محلية أو خارجية؟ في الأشهر الماضية قام الصوفيون بتغييق على غالبية المنظمات التي كانت تنشط في الحديدة رغم انقطاع الرواتب التي اعتمدوا عليها. حاليا هناك معونات تقدم من جهات تبع الأمم المتحدة، لكن هذه المعونات لا تكفي للتغطية الكاملة وأيضا هي نادرة. فالصوفيون عندما ضيقوا على المنظمات أو أقفلوا غالبيتها وهي كانت منظمات تعين المواطنين للفرحة بالعيد ورغم انقطاع الرواتب،
الان لا يوجد اي نشاط لهذه المنظمات لانها جميعا خارج اطار الجماعة السوفي. نعم جمال، اذا ما هي ابرز المظاهر التي غابت عن او عجز المواطنين في الحديده عن القيام بها بسبب هذه الاوضاع؟ مظاهر العيد التي كان معتادون الناس على القيام بها وغابت الان بسبب هذه الظروف. في الحديده بشكل خاص من جنس الحديده غابت المظاهر الفرح بسبب الحرب الدائره بداخلها. اصبحنا في التغدون للتنزه سواء في الشواطئ او حدائق مدينه الحديده او غيرها. المديريات الجنوبيه الحديده كانت مديريات سياحيه للمواطنين وكانت وجهه سياحه بالحقيقه، لكن الان اصبحت مناطق عسكريه بالاضافه الى النزوح السكاني الذي يعدم ربما التواصل بين الاسر بينها البين. هذه كلها اثرت على الفرحه العيديه وتسببت بغياب فرحه العيد لدى جميع الناس العيدية. نعم جمال، إذن رسالة تحب أن تقولها بهذه المناسبة أو توجهها لأي جهة؟ الرسالة هي للتحالف والأمم المتحدة والجميع أن يساهموا جميعا برفع هذه التي ما تعانيه مدينة الحديدة ومديرياتها، إنهاء الحرب وإنهاء كل مظاهر الحرب وإنهاء وجود جماعة الحوثي. هذا ما سيفرح أبناء الحديدة وأبناء اليمن عامة، وهذا هو العيد الكبير حقيقة. نعم إذا جمال علي جمال، شكرا لك لإطلاعنا على الأوضاع في الحديدة. شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. نذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات التي وصلتنا من محافظة أبين. الغلاء من جنب، في كل حاجة ما يخرج المواطن. المواطن تعبان لآخر درجة، حتى اللي يكون مبسوط هو تعبان على الوضع هذا. غلاء في المواد الغذائية، غلاء في أسعار الألباس، جرم ب6000 ب7000 ب8000، سروال ب10000، من عاد يقدر يكسبنا؟ غلاء 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 من ناحية الغلاء، غلاء غلاء في كل شيء، مش إلا من ناحية المواشي، في كل شيء غلاء. وما فيش دخل مع المواطن أساسا. ما فيش دخل. والرواتب هكذا ساعة تجيك وساعة ما تجيك، كم بيكون المواطن على هالأشياء؟ صعب جدا يواجه المواطن، صعوبة جدا في الأعياد، في الملابس، في يعني في الرحلات، معني بيكون صعوبة جدا لأن الراتبة بسيط جدا 35 40 يستلموا فيه منهم، يستلموا من 60، وكان صعوبة جدا علي. لا وين يروح، وين يتوجه؟ لا يعني لا يدري وين في أي جهة يتحرك. المواطنين تعبانين، إذا كان راتب الإنسان هذا يحتوي على 50000 أو 60000 أو 100000 في هذه الحالة، يعني عنده 4 5 أطفال، بكم يكسيهم وكم في العيد وكم حالة الناس في البلاء يا ابني؟ الناس تعبانين، حالتهم حالة في هذه الظروف، ايش يعمل في هذا راتبه؟ نعم فرض ان عندنا في بعض الناس ما عندهم راتب نهائيا كامله، يعني ما يقدر يشتري اللحمه في هذا الوقت هذا. صح في هذه الطريقه. الحكومه فين؟ في حكومه؟ نحن عندنا بالنسبه لنا ما في اي حكومه، البلد ضايع ما في حكومه. من اللي بيعرفك؟ ما حد سائل على المواطن نهائيا. المواطن هذا تعبان في كل الحالات، المواطن ما حصل على حقوق حقه، يعني ما كما ما ابسط حقوق كما ما وكهرباء وغيره وغيره كامله. ايش يعمل هذا المواطن؟ ما عاد ما الا يصبر ويقول صبر على الله فقط سبحانه وتعالى. اذا بهذه الحال يستقبل الناس في اليمن للاسف العيد بهذه الظروف السيئه، بهذه النفسيه، بهذه لا اعرف ماذا اقول. لكن نستقبل اتصال معنا عدنان الشهاب من مأرب. مرحبا بك عدنان، مساء الخير. مساء الخير انت وضيوفك في الاستوديو وكافه المشاهدين لقناه تلقيف. اهلا بك عدنان، انت معنا من مأرب، كيف هو الوضع في مأرب؟ كيف هو الحال في مأرب؟ كيف يستقبل الناس العيد في مأرب؟ لربما الوضع في مأرب افضل بقليل من بقيه المحافظات كما شاهدنا. صحيح، في مأرب الوضع يعني افضل من غيره من المحافظات، خاصة المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات. نعم. او العاصمة المؤقتة عدن بما يحصل فيها من تطورات وما فيها الوضع اليوم وامس. لكن ما اريد ان اقوله ان اليمنيين يعني يستقبلون العيد بشعار ابو الطيب المتنبي الذي قال باي حال عدت يا عيدي. يعيد العيد لليمنيين على العام الثالث او الخامس على التوالي بهمومه وحروبه.
كانه اختي اسيا المدير او الذي يدير المشهد اليمني لن يكتفي بتنغيص الحياه على الشعب اليمني سواء في الجانب السياسي في الاقتصادي، وانما اضاف اليها تنغيصه في الاعياد او في المناسبات الدينيه كما يحدث اليوم في عدن وما حدث في عيد رمضان من ميليشة الحوثي التي قسمت اليمنيين الى نصفين في تاخيرها في اعلانها تاخير العيد حناكا او نقول عنادا لاعلان الحكومه الذي سبقها بلقائه. نعم عدنان، كان من أبرز ما اشتكى منه المواطنون في بقية المحافظات هو غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل مجنون في بين الفترة والأخرى. كيف هو الوضع في مأرب؟ هل هنالك رقابة على الأسعار بحكم أننا نتحدث عن مأرب كنموذج ربما ناجح لوجود الدولة؟ كيف هو وضع الأسواق في مأرب والأسعار؟ الاسعار في مأرب ربما هي في نفس السعر او ربما تزيد عن بعض المحافظات في بعض الاشياء خاصه في الملابس. لكن يعني هناك بالنسبه لدور الرقابه او هو دور يعني ضعيف، لا يوجد هذه الرقابه او الرقابه على التجار بحيث الزامهم باسعار معينه او يعني السوق كما يعني كل بما يريد، كل بما يهوى. الغلاء اسعار الاسعار مرتفعه جدا خاصه في الملابس في كل شيء، اذا اضافه الى الاضاحي يعني اسعارها المعروف يعني اسعار خياليه. اذا عدنان الشهاب كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقه. اتصال اخر من حسين احمد محمد الذي يشاركنا من الضالع. مرحبا بك حسين، مساء الخير. اهلا، مساء النور والعافيه والسرور. اهلا بك حسين، كيف هو الوضع في الضالع؟ كيف يستقبل الناس العيد في الضالع؟ والله العيد يستقبله الناس دائما بحفاوة، ورغم العذاب رغم الألم الذي يطول الناس يطول الشعب بشكل عام من قبل المتسلطين المستنفذين على الدولة. الشعب يعني يستقبل العيد بشكل جميل رغم كل المآسي. يعني ما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الناس في إقامة طقوس العيد المعتادة؟ نحن مشرفين على عيد الأضحى المبارك، الناس يبحثون عن الأضحية، يريدون شراء الأضحية، يتم فرحة عيدهم وفرحة عيدهم وأولادهم وأطفالهم بهذا العيد. لكن تجدين مثلا لا 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 ارتفاع الاسعار بشكل مهول ادى الى 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 تاثر صفو الشارع اليمني وفي محافظه الضالع ايضا. الناس يبحثون عن ملابس العيد، عن الاشياء التي تفرحهم بالعيد بمعنى، ولكن الاسعار غاليه جدا ولا يستطيع المواطن شراء اي شيء. نعم، إذا الغلاء هو الشكوى المشتركة بين جميع المواطنين في اليمن والمنغص الأكبر. نعم. للعيد. حسين، أيضا لو تحدثني عن أبرز الطقوس العيدية التي كان يعتاد على القيام بها الناس في السابق واختفت في السنوات الأخيرة. هناك طقوس عيديه كثيره يحصل بها الناس، مثل ما قلت لك الناس يذهبون لفرح العيد، يذهبون الى ترحيب الاهل والاصدقاء، ويعيدون بذبح اضحيه العيد، ثم يبدؤون بتبادل التهاني والتبريكات. لكن الان مع هارب وتدري مستوى المعيشي للناس، اصبح الناس كل مخطر في نفسه، كل مشغول في نفسه، ابتعدوا عن العادات الاجتماعيه الجميله التي كنا نعيشها بصغرنا، زياره الاهل والاصدقاء والذهاب للنجاح والى اخره.
الآن إذا كنت تريد أن تذهب إلى نزهة أو تخرج في عصر العيد إلى مكان تنزه أو إلى آخره، يحتاج لك المادة وإلى آخره. والشعب الآن لن يريد أن يتنفس بقدر ما يريد أن يأكل فقط في العيش. نعم، إذا حسين أحمد محمد أشكرك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من الضالع، ونتمنى أن يأتي العيد عليك وعلى كافة أهل الضالع بألف خير. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض الآراء والتصريحات التي وصلتنا من محافظة مأرب، نذهب لنتابع. كالأعياد السابقة سيعيش اليمنيون حياتهم في العيد ويبحثون عن الفرحة ويعيشونها مهما كانت الظروف صعبة للغاية. كل يوم وكل عيد واليمنيون يعيشون ظروف أسوأ من العيد الذي قبله بسبب الحرب. نأمل من الحكومة أن تضغط من أجل تصدير النفط ورفض الخزينة العامة، ومن دول التحالف إذا كانت حلفاء أن تدعم الاقتصاد اليمني كي ينعكس إيجابا على حياة اليمنيين في الأعياد وفي غير الأعياد. العيد في العالم الإسلامي هو موسم للفرحة، ربما يكون في اليمن يعني الفرحة لا تجد طريقها إلى المواطن لتزاحم الاحتياجات والمطالب جنبا إلى جنب مع الفقر والحاجة والنزوح. العيد يواجهه الناس يظل يحسب للعيد ألف حساب، المواطن ماذا سيشتري، ماذا سيحتاج، ما هي الأشياء الضرورية التي لا بد منها، وما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها. قد يفهم ويتفهم الكبار هذا الأمر، لكن الصغار الذين لا يفهمون ملابسات الظروف والأوضاع الاقتصادية هم يحتاجون معاني العيد كاملة بكل احتياجاته. لذلك الناس يعانون ويكابدون، يصبح العيد بالنسبة للمواطن اليمني مشكلة. إذن مشاهدينا الكرام، نعود لاستقبال الاتصالات هذه الحلقة. معنا موسى المقطري من صنعاء، مرحبا بك موسى، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بك موسى. إذن تحدث الناس من عدة محافظات، من الضالع ومأرب وتعز، الجميع اشتكى من الأسعار. كيف الوضع في صنعاء؟ كيف وضع الأسعار مع قدوم العيد؟ أولا للتوضيح، أنا أحدثكم من تعز، والمشكلة تكاد تكون واحدة سواء في صنعاء أو في تعز أو في أي محافظة من محافظات هذا البلد المنكوب. اليمن حاليا يسير بنكبة نتيجة الانقلاب الميليشياوي الذي حصل على هذا البلد، وقد انعكس على الوضع الاقتصادي لليمنيين بالتأكيد. مع قدوم عيد الأضحى المبارك يعاني اليمنيون بالتأكيد من مصاعب توفير احتياجات هذا العيد، كما يعانون من المصاعب توفير هذه الاحتياجات طوال العام. لكن في العيد تزداد المطالب، كما في أضاحي العيد مطلوبة والملابس مطلوبة، ومع المشكلة الاقتصادية القائمة تزداد معاناة هذا البلد المنكوب بهذه الحرب وهذا الانقلاب. يكاد الناس اليوم يرون أن الأضاحي مثلا لمن يستطيع إليه سبيلا، بمعنى أن في طبقة كبيرة من المجتمع لا يستطيعون الوصول إلى الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها، وبسبب كذلك الوضع الاقتصادي الذي يوقف بعضهم توقفت رواتبهم أو توقفت أعمالهم التجارية. كذلك الملابس بعضهم ما يشترون بأسعار مخفضة جدا وبأنواع رديئة أو لا يشترون في الأصل. نحن نعيش مشكلة اقتصادية فعلا بالبلد حاصلة بسبب الوضع السياسي الذي انعكست على الوضع الاقتصادية، واليمنيون يعانون من هذا من آثار هذه الأزمة الاقتصادية التي سبب لها الانقلاب في ظل صمت دولي على أزمة اقتصادية ومشاركة دولية في وعدم مشاركة دولية في تجاوزنا لهذه الأزمة الاقتصادية. يعني اليمنيون باعوا ما كل ما لديهم وكل ما توفر لديهم من قبل خلال السنوات السابقة، ويكادون يدخلون هذا العام العيد وهم فلسي الجيوب، وفقط يتذكرون فرحتهم السابقة في الأعوام الماضية. لا أدري بماذا سيقابل اليمنيون هذا العيد، لكن الذي أعلمه أنا وأتأكد منه
أن هناك أزمة حقيقية يعاني منها اليابانيون في كل المحافظات الجمهورية. نعم، إذن موسى المقطري كنت معنا من تعز للتصحيح، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لاستطلاع بعض التعليقات التي وصلتنا على حلقة هذا الأسبوع في الفيسبوك، نرى ماذا كتب الناس عن موضوع حلقتنا اليوم. بشير المصباحي علق قائلا: لم يتبقى من العيد سوى كونه مناسبة دينية منزوعة الفرح والاحتفال، للأسف هذا ما بات عليه العيد بالنسبة لليمنيين. تعليق آخر لإبراهيم الهجري قال: انعدام الأم بكل أنواعه الغذائي والشخصي وغيره، إضافة لمتطلبات العيد الباهظة الثمن والتي أصبحت نكبة لذوي الأطفال في ظل انعدام الرواتب. إذن النكبة فعلا أصبحت للناس اللي عندهم أطفال، كما قال أحد المعلقين، قد يتفهم الكبار لكن من كيف سنجعل الأطفال يتفهمون حرمانهم من متطلبات العيد؟ تعليق آخر لمالك العربي قال: تحديات كثيرة أهمها ارتفاع سعر الصرف ومما ينتج عنه من تفاقم أسعار السلع والخدمات، وخاصة أضاحي العيد لهذا العام، ارتفاع هستيري، لا يقدر المواطن البسيط توفير أضحيته لهذا العام، اللهم ارحمنا فأنت أرحم الراحمين، وكل عام وأنت بألف خير. مالك عاد متفائل. تعليق آخر لأسامة الفهيدي قال: زي ما مروا الأعياد الأولين سيمر هذا العيد، وهذا وضع الكثير من اليمنيين بات لا يفرق معهم. معنا اتصال. إذن اتصال من وائل المعمري، مرحبا بك وائل. مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. مساء النور. عيد بأي حال، عدت يا عيد. وأنت بألف خير يا وائل. من أين تشاركنا؟ من تعز الصمود، تعز البطولة، تعز الثورة، تعز المقاومة، تعز المشروع الوطني الكبير. ألف تحية لك يا وائل ولكل أهالي تعز. إذن وائل، كان لدينا مشاركين في البرنامج يطلعون على الوضع في تعز. أنت وائل، وكيف تستقبل العيد، وما هي الطقوس التي ما زال الناس باستطاعتهم القيام بها في مثل هكذا ظروف؟ الحقيقة العيد أصبح عيدا منزوع الفرحة، وبكل أسف نقولها وبكل مرارة، لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. وطن يتمزق، مصيره مجهول، وضع اقتصادي متردي، خذلنا الجميع، خذلنا الجميع الداخل والخارج. كلنا نتابع ما يحدث الآن في عدن، هذا يعكس نفسه على كل مواطن يمني. قلوبنا تتقطع، دماء تسيل هناك، انتهاكات جسيمة أرسلت بحق أبنائنا وأخواننا الشماليين في عدن، وهذا يحز أيضا في النفس ويضعف على النفس الأسى. نعم. لا ندري ماذا نقول عن عيد جاء متزامن مع كل هذه الانتكاسات، كل هذه الإخفاقات، كل هذه الهزائم النفسية التي يعاني منها الوطن للأسف الشديد. لكن ومع هذا فلا بد لنا أن نفرح، لا بد لنا أن نستشعر أهمية أن نرسم الفرحة والابتسامة على وجوهنا على الأقل القليل، من أجل أطفالنا، من أجل أسرنا، من أجل البيئة المحيطة فينا. نعم وائل، إذن شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. اتصال آخر من صدام الحرابي أيضا من تعز. صدام مرحبا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا. صدام، كلمة أو تعليق تود أن تشارك به في هذه الحلقة؟ نعم، أقول بأن المواطن اليمني أصبح يعاني الكثير والأكثر. نعم. فسواء كان في صنعاء أو في عدن أو في تعز، ما زال المواطن اليمني يعاني من الوضع الاقتصادي، ناهيك عن فترة ما قبل العيد. فالمواطن اليمني يزداد قهرا عندما يطلب منه ولده أو طفله بدلة العيد أو أضحية أو من هذه الأشياء، يزداد قهرا، يا القهر الذي يعانيه بسبب الوضع الذي وصلت إليه البلاد.
وبالتالي فإن المواطن كلما يعني اقتربت مناسبة سواء دينية أو وطنية بدلا من أن يفرح في هذه المناسبة ويمارس الفرحة كباقي الناس سواء كانوا يمنيين أو خارج اليمن، لكن بالعكس المواطن اليمني يزداد هما وقهرا وأحيانا ظلما من بعض الفئات. وأعتقد بأنه على السلطات في اليمن سواء كانت في الشمال يعني عفوا في صنعاء أو في عدن أو في غيرها أن تهتم بالمواطن اليمني، وأقل شيء أن تقدم له ما يجب تجاه يعني هذا الوضع الذي أوصلنا إلى مستنقع لم نستطيع الخروج منه. صح، أقل الإيمان تلتزم بدفع رواتب الناس ومراقبة الأسعار. إذن شكرا لك صدام الحريبي، كنت معنا من تعز. أتمنى أن يأتي العيد عليك وعلى أسرتك وعلى جميع أهل تعز واليمن كافة بألف خير. شكرا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لاستطلاع بعض الآراء التي أيضا وصلتنا هذه المرة من محافظة حضرموت. والله الان يومين ذي مقبلين على العيد، والعيد تعرف العيال يبغوا بز يبغوا ثياب وبتتلاها المدارس، الله يعين المواطن وربنا يوفق الخير ويسعد الشعب والشعب يرتاح من الازمات هذه اللي فيه. وهذا اللحوم العيد غالي نار، حتى ناس يبغوا اضاحي يبغوا ذا يوزعوا الدنيا نار كلها. اقل ارخص راس ب 70,000 80,000 ارخص راس تقريبا، وربنا يعين المواطن وربنا يعيد اليمن الى استقراره واليمن السعيد، وبيبقى سعيد ان شاء الله لليمن وحضرموت على امان ان شاء الله نقول، وجميع المحافظات كلها ان شاء الله تكون في امان واستقرار. يعني لا يمكن الانسان العادي يشتري اي حتى كيلو لحم، الكيلو لحم يصل الى 6,000، كيف كذلك الملابس ما يقدر الواحد يتحملها في هذا الغلاء، والدخل ماشي دخل، الدخل ضعيف ضئيل جدا. والله الله يعين الشعب اليمني مع الغلاء هذا الايام، والناس تعرف الظروف الحرب هذه طالت الحرب يعني بكثير، ونطلب الله يعني ان شاء الله ربنا يسهل امور الشعب كامل يحسن اوضاعهم ان شاء الله يا اخي. فالاسعار على ما اعتقد اسعار مرتفعه جدا، بس ان شاء الله ان نحن نقدر على حسب الوضع هذا وظروف اليمن وظروف المعيشه نواجه الغلاء الاسعار داخلت هذه البلد سيئون، ما نقدر بالرغم ان المواطنين يشكون من شحات الاشغال شحات البطاله وارتفاع السلعه، والسلعه يعني هنا ما شاء الله اصحاب المحلات مرتفعين بالاسعار والناس ما عندهم عدي ولا زلط، بس ان شاء الله انه يكون خير ان شاء الله. والله حسب ما تعرف السوق زحمه الايام دي والاسعار زايده حق الملابس والاطفال والشباب هاي. إذا كانت هذه عجينة من آراء الناس من شارع في حضرموت. نعود لاستقبال الاتصالات هذه الحلقة، معنا اتصال من محفوظ الشامي من الضالع. مرحبا بك محفوظ، مساء الخير. مرحبا، مساء النور. أهلا بك محفوظ، في ظل هذه الأوضاع ماذا أصبح يعني العيد للناس في الضالع؟ في الحقيقة ترك الفرق في الناس لا يعني الضرر لا يتعلق في الجوانب المادية فحسب، يعني بالتأكيد هناك أضرار للجوانب المادية كثيرة منها قطاع الرواتب وتدهور حالات الناس، لكن دعيني في البداية أتحدث مثلا عن الجوانب النفسية التي ألحقتها الحرب والصراع الحاصل في اليمن. نعم تفضل. اليوم استقبال العيد بالنسبه لليمنيين لم يعد بالطابع الفرائحي المعتاد في السنوات المنصرمه، اصبح هناك لم نعد نلحظ الفرحه في وجوه اليمنيين، ولم نعد نلحظ ايضا الترحيب بهذه المناسبه، ضعفت النفوس وضاقت اكثر، وهذا بالطبع يعني الاثر الابرز والابشع الذي خلفته الحرب، هذا من ناحيه الجانب النفسي، وبالتاكيد ايضا من النواحي الماديه انقطاع الرواتب وغلاء الاسعار وغلاء المعيشه، كل هذه الامور ادت الى عدم استقبال العيد والبهجه والفرح المعهود سابقا،
وقلت الزيارات بالنسبه للاهل. كان العيد بالنسبه لليمنيين فرصه للزيارات والتلاقي فيما بينهم. صحيح. اكثر اعتقد اكثر شيء هو بالنسبه لل يعني اكثر شيء حصل او في الشرق الاجتماعي هو عدم قدرة بعض اليمنيين اليوم على زيارة أهاليهم وأقاربهم في مناطق مختلفة بسبب الحرب. صحيح. فمثلا اليوم لا يستطيع مثلا الشمالي زيارة عدن، أو لا يستطيع مثلا من يقطن صنعاء زيارة مأرب بسبب التصنيفات والانتماءات السياسية التي خلفت الحرب على النسيج الاجتماعي كله. نعم، الله المستعان. محفوظ الشامي، شاركتنا من الضالع، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة غنية بالتصريحات، نذهب لاستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا من محافظة الجوف. بالنسبة للناس في هذه الأيام، خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلاها، يعني سوف يواجهون العيد يعني بالجميع بمجمل من الهموم. في العيد هنا لو تنظر الناس أو في واقع حالهم تجد أن الفرحة منعدمة منهم بسبب الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار إلى غير ذلك، وبسبب كذلك أوضاع البلاد وما تعانيه البلاد من الحرب، فهذا تؤثر على يعني حالة الناس وتفاعلهم مع العيد. هنا حتى الآن مباهج العيد رغم أن العيد قريب تجد أنها منعدمة، وكذلك انقطاع الرواتب يعني تؤثر على الناس تأثير يعني كبير جدا. أصبح اليمنيين اليوم في كل محافظات الجمهورية اليوم بدل ما هم يفرحوا باستقبال العيد، أصبح اليوم العيد أصبح كابوس على المواطن اليمني لما يعانيه من غلاء الأسعار، من غلاء المعيشة، من تدهور في الاقتصاد. أصبح كما قلنا لكم، أصبح اليوم العيد بدل ما نفرح أصبحنا اليوم نكسب هموم. هموم كيف تكسي أولادك، كيف تكسي أقاربك، كيف تدخل عليهم الفرحة والسرور. أجواء العيد يا أخواني كما ذكرت لكم يعني صعبة وقاسية في ظل غلاء الدولار، وفي ظل ظروف الحرب، وفي ظل التجار ما يرحموا حد ولا في لهم رادع يردعهم، فما فيش رحمة إلا من رحم. يعني نزلت إلى العيد إلى السوق عندي كبش للجهال نعيد، فوجد غلاء فاحش بالكباش هذه السنة، ولن أقدر أحصل على كبش العيد بسبب الغلاء المرتفع، والملابس ما أبش ولا أي حاجة لأنه ما معاشات تتأخر وما أبش. تعيش محافظة الجوفة أوضاع صعبة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وكل شيء أصبح دبل، يعني للأسف الشديد في الأسعار في ظروف صعبة، في خاصة ونحن نعاني من الحروب ومن الصراعات وعدم وجود يعني مصادر دخل للمواطنين، وايضا مع المحافظه الجوف يعني خاصه مركز المحافظه اصبح منطقه مكتظه بالسكان والنازحين. ظروف الناس صعبه جدا، خاصه والمؤسسه العسكريه والاغلب في المناطق هذه هم عسكريين، لم يتم تسليم رواتبهم، كذلك المحافظه تكتظ بالنازحين، يعني غالبا 90% من الأسر الموجودة في المحافظة تعتمد على الدعم الإغاثي المقدم من المملكة العربية السعودية، سواء من حيث كسوة العيد لبعض أسر الشهداء. إذن من الموجع أن يستقبل العيد الناس في اليمن بهذا الحال. نتمنى أن يهون الله على الجميع وأن يدخل العيد بألف خير على الجميع. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، مقدما كل عام وأنتم بألف خير، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقتنا القادمة بعد العيد. إلى اللقاء.